بكم. قطاع الاتصالات بالمغرب يستهوي المزيد من المهنيين الذين يتحولون من عاملين إن في القطاع العام أو الخاص ليقوموا بخوض تجربة الصحافة المتخصصة في هذا القطاع الذي يشهد كل يوم تطورات وتحولات سريعة. للحديث عن هذا الجانب يسرني أن أستقبل السيد أحمد خوجة مدير مجلة التوي ماجازين وشركة بي تي تي ماروك. أستاذ خوجة مرحبا بك. شكرا. حدثونا عن تجربة التوي ماجازين أولا. حقيقة أنا كنت دائما نكتب مقالات على الصعيد المغربي والصعيد الدولي، وجات الفرصة بعد إحداث بي تي تي ماروك، جاتني الفكرة باش نساعد المقاولة ديالي بإنشاء مجلة سميتها التوي ماجازين. اليوم الحمد لله مجلة اللي صدقت عالميا لأنه كتقرا تقريبا في 87 دولة. نعم، هي مجلة ورقية أو مجلة على الإنترنت؟ بدينا بمجلة إلكترونية، ولكن في المستقبل إن شاء الله غادي نرجعوها مجلة ورقية. الميادين اللي كتطرق لها هي مواضيع اللي عندها علاقة كلها بالتليكومينيكاسيون وليتيك وليديفيزيوال. مثلا العدد الأول كان خاص بالكاتجي، والعدد الثاني كان خاص بالبيك داتا والكلود، وغادي يكون عندنا مقال على كيف المتعهدين أي لزوبيراتور سيواجهون لجيون الانترنت أي جوجل أبل أمازون. وحنا كنشتغلوا كذلك مع ليوتي لونيون انترناسيون دي تيليكوم في هذا الموضوع، وعندنا لقاءات إن شاء الله باش تكون عندنا رؤية واضحة بالنسبه للمستقبل ديال العلاقات ما بين لي زوبيراتور في ميدان التليكومونيكاسيون ولي جيون ديال الانترنت اي العمالقه الان اللي كيخدموا في الانترنت واللي عندهم قيمه كبيره في البورصات العالميه. نعم، الان كيف تنظرون الى الصحافه المتخصصه في ميدان التكنولوجيات الحديثه في المغرب، ان الصحافه الورقيه او الصحافه الالكترونيه، كيف تموقعتم داخل هذا المحيط وهذه البيئه؟ هو في الحقيقة كل مجلة عندها القراء ديالها. احنا اختارنا باش نمشيو بالتوازي مع الفاعلين في المواصلات السلكية واللاسلكية والانفورماتيك، حاولنا نسدو واحد الفراغ. اليوم التليكومينيكاسيون والانفورماتيك تمشي بسرعة، فكرنا نديرو مجلة ورقية، ولكن السرعة جعلتنا باش نفكرو في مجلة إلكترونية اللي يمكن لها تكون بمثابة الدبلوماسية التقنية. لأنه مثلا المقال اللي كتبنا على الكات جي في جوية 2015 كان أكثر مقال تقرأ في القارة ديالنا إفريقيا، وعندنا كثير قراء تجيونا من الدول الشقيقة الإفريقية. إذن هذا المجال الإلكتروني هو كيفتح العالم كله. حاليا التو ماجازين كنديروها بالفرنسية، درنا واحد المقال بالإنجليزية، ولكن عندنا ضغوطات عالميا باش ندوزوا اللغة الإنجليزية. الآن كم عدد الأشخاص الذي يكونون طاقم التو ماجازين؟ هو ماشي كثير، ما تتعداش 5 أو 6 أشخاص اللي كيسهروا على الجانب التقني والجانب العلمي. كنحاولوا نشتغلوا ليل ونهار باش نكونوا في المستوى ديال القراء ديالنا على الصعيد الوطني وعلى الصعيد ديال القارة ديالنا إفريقيا وعلى الصعيد العالمي. نعم، بارتباط بالقارة الإفريقية، يعني ما هي ملاحظتكم بالنسبة للاتصالات في هذه القارة وتطور الاتصالات في هذه القارة؟ ربما آخر شيء يعني هو الجيل الرابع من الهواتف النقال. هو الجيل الرابع غادي مزيان في القارة الإفريقية، هناك واحد الاستقبال كثير على الموبايل بصفة عامة. الكات جي غيكون عندها واحد تأثير إيجابي لأنه غادي تساعدهم باش يديروا خدمات جديدة للمواطنين ديالهم. ريتما تجي الألياف البصرية، لأنه المشكلة اللي في القارة ديالنا الالياف البصريه صعيبه باش تدار، لانه عندنا مشكل ديال لافراستكتور اي البنيه التحتيه اللي غتستوعب الالياف البصريه هي في الطريق ديال الاستكمال. اذا رايت ما تجي الالياف البصريه ولا كتجي هي فرصه كبيره للقاره ديالنا افريقيا باش يكون عندهم لا داتا تري او دي بي باش يكونوا حتى هما كونيكتي للعالم. نعم، الآن يعني يتم الحديث والنقاش وأنتم جزء من هذا النقاش حول الجيل الخامس من الهواتف النقالة، حدثونا عن هذا النقاش وعن هذا الجيل. في مؤتمر ديال برشلونة 2015 كانت هناك مذاكرة كثيرة على 5G. 5G منتظرة في 2022، غادي يكون عندها تقريبا 10 جيجابيت في التيرمينال أي في التليفون المحمول، وغادي نستعملوا 15 جيجاهرتز بالنسبة للفريكونس. هناك مؤتمر في جنيف كيفكر ما هما الدبدبات اي الفريكونس اللي غادي تعطل 5G. انا ما اظن مستقبلا غادي ما يبقى لا 5G لا 4G، غيولي المستهلك كيطلب لا داتا اي الفوليوم اللي بغى يستهلكو وغادي تعطلو لوبيراتور، لان حاليا المستهلك كندخلو في التكنولوجيا ها 2G 3G لا 4G. الان في امريكا هناك واحد الاوبيراتور يسمى فيريزون ما كيبيعش لا 5G لا 4G، كيبيع لو سيرفيس اي داتا. اذا هذا هو المستقبل، غادي تكون الخدمه اللي غادي يمكن تعطى من 5G ولا 4G ولا الواي فاي. الويفي عنده مستقبل كثير، لان غادي تكون لا كونفيرجونس ما بين لي ريزو فيكس اي موبيل. المهندسين خدامين بما يسمى اي ام اس وبروتوكول سيب اللي غادي يجعل لا كونفيرجونس ما بين تو لي ريزو عالميا.
الأستاذ أحمد خوجة مدير مجلة LTE ماجازين وشركة PTT ماروك، شكرا على قبول دعوتنا. شكرا بزاف.